طيب لو نشوف مع بعض كيف نعمل روتين يحسب للسايز للينكد ليست. Write a routine to find the size of a linked list. السايز للينكد ليست نتخيل لو في عندنا هون نرسم linked list. هاي الهيدر. الهيدر بتأشر على مجموعة من النودز. نتخيل ان نود x1 كمان x2 x3 x أربعة. نفرض هاي هي linked list مجموعة من هدول النودز. هلا فعليا ما نحكي السايز تاع linked list، بنحكي السايز تاع linked list المقصود فيها اللي هم هدول النودز اللي هم كم عددهم فعليا؟ أربعة. في عندنا بهاي linked list we have four nodes. ليش؟ لأنه الهيدر نود هي بس عبارة عن مؤشر بتأشر لأول element موجود عندنا باللينكد ليست، أول element فعلي اللي هو x. طيب اتفقنا دائما راح نبدأ من الهيد، دائما راح نبدأ من الهيدر. معناها كيف عملية العد؟ تخيلها مع بعض. رح نيجي نشوف، نيجي على النكست تاع الهيد. هل النكست موجود؟ يس اذا موجود بنعده. نعمل بعدين بنروح للنكست، اذا موجود بنزيد الكاونتر كمان واحد. اف نكست بنروح نكست، اذا النكست كمان موجود بنزيد واحد، صار انه واحد اثنين ثلاثة. بنروح للنكست، اف اكزيست نعمل ايش؟ بنزيد كمان واحد. كم صار عددهم بهالحالة الكاونتر؟ صير عندنا اربعة. هلا لو نروح من هون للنكست بنكون وصلنا النل، معناها ما بنعمل عملية التشيك. السبب انه عارفين هي السايز كان صار اربعة، انه هي element اثنين هي ثلاثة وصلنا اربعة اللي هي السايز. لو بنريج نكتب الروتين مع بعض، الفانكشن طبيعي السايز بده يرجع، معناها it should return integer. لو نسوي من الروتين سايز وبده ياخذ عنا هون struct node، بدنا ناخذ pointer لstruct node اللي هي مين؟ اللي هي الليست. هلا اول خطوه بدنا نعملها، طبعا في عندنا هون متغير اللي هو السايز، زائد يكون في عندنا اللي هو البوينتر اللي بده يبدا من الهيد النكست تبع الهيد، اول نود فعليه عشان نقدر نعد. فبنعرف معناها هون struct node pointer to struct node بنسميه مثلا ptr equals l arrow next عشان نيجي على اول نود فعليه موجوده عندنا. وبدنا طبعا هون اللي هي integer او نسميه مثلا counter، عفوا count تساوي صفر. لو نعرف الكاونتر يساوي صفر. هلا بعدها هون اول خطوه بدنا نعملها نفحص، ما دام النود الموجود عندنا البوينتر ما بيأشر على نال بدنا نزيد واحد. نيجي معناها هون نحكي while ptr not equal null، ما دامها مش null بكل بساطة ايش بدنا نعمل؟ نحكي count، ايش راحت ال c؟ نحكي count plus plus، وبعدها البوينتر لازم يتحرك للإليمنت اللي بعده. فبنحكي انه هون معناها اللي هو ptr تساوي ptr arrow next. بنحرك البوينتر للبوينتر اللي بعده، بنسكر الواي. واخر شيء طبعا اللي هي return الكاونت، وبنسكر الروتين.